تحول إلى حضرموت، حيث أعلن معتقلون في سجن المنورة بالمكلا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم ورفض تنفيذ أحكام قضائية بالإفراج عنهم. وبالتزامن أقام أهالي المعتقلين وقفة تضامنية احتجاجية أمام مجمع المحاكم بمدينة المكلا للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية صدرت قبل عامين بالإفراج الفوري عن المحتجزين. ومؤخرا نددت تقارير حقوقية برفض السلطات الأمنية في حضرموت تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنورة بالمكلا. وقالت منظمة سام إن تعنت السلطات الأمنية في حضرموت يشكل جريمة جنائية متمثلة بعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية وفقا للقوانين اليمنية، كما يشكل جريمة احتجاز حرية مدنيين دون وجه حق. وحول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف الصحفي السيد علي الخلاقي. هناك معتقلون في سجن المنورة بالمكلا يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على رفض تنفيذ أحكام قضائية بالإفراج عنهم. يعني بداية، ما هي أبرز تطورات هذا الموضوع؟ مساء الخير. أولا مساء الخير. التطورات في هذا الملف هو استمرار الوقفات الاحتجاجية من قبل أهالي ولجنة أبناء المساجين، وقد دخل المساجين إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم أنهم يملكون أحكام بالإفراج عنهم، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ الأوامر القضائية من أجل الإفراج عنهم منذ عامين ونيف. نعم، يعني هي مضت أكثر من عامين على صدور قرارات بالإفراج عن المعتقلين في هذا السجن، يعني ما هي المعلومات التي التي لديكم حول أسباب ودوافع هذا الرفض؟ لا توجد أي دوافع للرفض، ولكن الجهات الرسمية للأسف الشديد تتملص من هذا الأمر، ولا توجد إجابات شفافة عن 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 استمرار عن أسباب استمرار اعتقال هؤلاء. هؤلاء طبعا الأفراد كانوا يعملون، البعض منهم يعمل كان بدواعي اقتصادية مع تنظيم القاعدة. الوضع الاقتصادي أرغم الكثير من الشباب أن يشتغلوا مع بعض الجماعات المتطرفة جانب أعمال عادية. فقامت للأسف الشديد السلطات التحالف العربي ولا التدخل في هذه الامور واعتقالهم، لم يتركوا الموضوع الى الجهات المختصه. في الكثير للاسف الشديد ظلوا في السجون سنوات طويله بدون محاكمات، يعني ثلاث اربع خمس سنوات، وفي النهايه يتم الافراج عنهم بدون اي حكم او بدون اي سبب للاعتقال اصلا. وهذا يؤدي هذه الاعتقالات هذه تؤدي الى انتقامات، الى دخول الشباب في 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 الافكار المتطرفه والانتقام. نتمنى نحن نناشد السلطه المحليه بالمحافظ بالماضي والسلطه القضائيه الاسراع. نعم. في الافراج، لكن ما هو رد السلطه المحليه حول ما يجري من رفض للافراج عن المعتقلين، خاصه وانه لم يصدر بحقهم اي حكم سوى الافراج عنهم؟ للأسف هناك تدخلات من قبل التحالف للأسف الشديد لمنع الإفراج عن هؤلاء. نتمنى أن تنتهي هذه التدخلات قريبا، أو أن تكون السلطة المحلية لها كلمتها. هؤلاء أبناء المحافظة وهؤلاء هم جزء من المجتمع، أخطأوا فترة من الفترات ولكن تم تبرئتهم ومن قبل جهات الاختصاص وهي جهات قضائيه معترف بها، ولكن للاسف تم المماطله ورفض الافراج عنهم ووضع هذه جميع الاوراق الرسميه وضعها في عرض الحائط بدون اي تجاوب. نتمنى
نحن نناشد السلطة المحلية ونناشد السلطة القضائية بالإسراع، لأنه للأسف الشديد الوقفة الاحتجاجية تدمي القلوب. أمهات نساء في الشمس الظهيرة يقفون وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، لم يطالبوا بأي شيء آخر. نعم سيد علي، سيد علي أنت ذكرت أن هناك تدخلات من قبل التحالف بشأن الرفض عن الإفراج عن المعتقلين، يعني ما هو موقف يعني الحكومة أو المجلس الرئاسي حول هؤلاء المعتقلين والذي تم الرفض عن الإفراج عنهم؟ يعني كذلك ما هي الخيارات المتاحة قانونيا في التعامل مع هذا الرفض، رفض يعني الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين؟ نعم سيد علي، نعم سيد علي إن كنت تسمعني. يبدو أننا فقدنا الاتصال. الصحفي السيد علي الخلاقي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.